وأقم الصلاة للذكر. يعني شنو؟ يعني من أول ما تقول الله أكبر يجب أن يكون قلبك حاضرا في محضر الله، مو بس تفهم ماذا تقول، لا حاضر، يعني أنه تتوجه أنك في حضور الله. من أول ما يقف الإنسان للصلاة لازم الشيطان يأتي ويوسوس إليه، قلبك راح في الدكان، في المتجر، في الصديق، على البحر، جيبه، كلما يتوجه قلبه إلى اليمين والشمال يأتي بقلبه. الشيء الهدية التي تهدى إلى إنسان كبير، فكيف إلى الله سبحانه وتعالى؟ يجب أن تكون هذه الهدية هدية لائقة. أما إنسان يقرأ رأي وركوع سجود واعتباطا بلا حضور قلب، هذا لا يسوى نصف فعل. إنسان يجمع قلبه في الصلاة من أوله إلى آخره، وقت اللي يقرأ، وقت اللي يركع، وقت اللي يسجد، وقت اللي يقنط، كل متوجه إلى الله، هذا شيء صعب. إذا حصلت هكذا صلاة كل المنكرات تروح. إذا شفت فرد واحد يصلي لكن ما يخمس، هذا كذب، ما عنده صلاة. يصلي لكن يكذب، كذب، ما عنده صلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان إذا كان متوجها إلى الله هذا مستحيل يخالف الله في صدقه، في أمانته، في عدله، في وفائه، في إحسانه، في خدمته، في أمره بالمعروف، في نهيه عن المنكر، في توليه لله ولأوليائه. أما صلاة روتينية، هذه الصلاة الروتينية لا تسوى أي شيء.